السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. ما تستغربوش، أنا فعادتي دايما أنا بحب الرياضة. أيوة بحب الرياضة، خلي بالك أنا جاي النهاردة أكلمكم عن حكم الرياضة في الإسلام. حكم الرياضة في الإسلام؟ أيوة حكم الرياضة في الإسلام. فالأصل في أي شيء الحل إن لم يكن في دليل بتحريمه أو بنص من القرآن أو بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرياضة هي مجموعة من الأعمال بيقوم بها الإنسان بصورة فردية أو جماعية بغرض تنمية الجسم وتدريب الجسم، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. مش عايز حسد، ها مش عايز حسد، خلي بالكم ما تبصروش كده بعين رضية، ها كده تنمية الجسم وتدريبه وتهذيب السلوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى على الاهتمام بما يقوي الجسم ويحفظ الجسم صحيحا سليما. فروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. طيب غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والرياضة عموما بتوفر ليك للجسم تقوية وتزيل عنه الأمراض، بتقوي أي جسم أي حد فينا. عشان كده أيوة مارس الرياضة، لا تتوقف عن الرياضة، ولكن هقول لكم في الآخر تخلي بالك من إيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده بعض أنواع الرياضة كانت موجودة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود الجري، فكان يجري على الأقدام، فكان الصحابة بيجروا رضوان الله عليهم وتسابقون كان فيما بينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكررهم على فعلهم هذا. أيضا الرماية وهي رياضة تقوي الذراعين وتحتاج إلى قدر كبير جدا 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 من القوة وبتقوي الجسم. عشان كده روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، في باب فضل الرمي. أيضا كان موجود على في عهد الصحابة أو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفروسية وركوب الخيل، وأيضا كان موجود سيدنا عمر بن الخطاب تحدث عن السباحة وأيضا المصارعة، وكان الصحابة يتصارعون فيما بينهم لكن ما كانش بيسبب أذى، يعني مين فيهم يوقع التاني بحيث إن احنا نظهر قوة الرجل اللي موجودة قدامنا دون إيذاء أو سخرية أو محدش يسخر من حد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في المدينة فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ركان بن زيد، صارعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أقوى الرجال في المدينة فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا السيف والمسايفة اللي هي المقاتلة بالسيف الخشبي، ودي برضك بقصد التدريب، أو المقاتلة مع خصم وهمي مش موجود قدامك، ده برضك بيعمل على تقوية الذراعين للجسم. وأيضا المشي وهو من أفضل الرياضات في تقوية الجسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أسرع الناس مشيا. بس خلي بالك، اسمعني بقى في اللي أنا أقوله لك دوت وركز معايا. إيه؟ بالضوابط الشرعية. يعني النهاردة ما ينفعش حضرتك تنزل الملعب أو تمارس الرياضة بشرط يظهر العورة أو يظهر مفاتن الرجل، لا طبعا. ما ينفعش تمارس الرياضة في وقت عبادة، أذن للصلاة أو من قبل الصلاة أنت خلاص جوه المسجد. عايز تمارس الرياضة في غير وقت الصلاة لا حرج، ما فيش مشكلة، لكن لا تمارس الرياضة في وقت العبادة. اوعى اوعى تعمل ده. لكن احنا بقولنا الرياضة الأصل الحل، العب كورة، اجري، اتمشى، كل ده موجود تمام كده، لكن مراعاة الضوابط الشرعية، ما يكونش فيها مقامرة بين فرقتين اللي يكسب يدفع، لا طبعا الكلام ده مش منضبط. لكن الرياضة في الإسلام موجودة بفضل الله عز وجل، موجودة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها الحل، وكانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجري، وكان موجود المصارعة، وكان موجود الرماية، وكان موجود المشي. دي دعوة من قناة اعرف دينك، مارسوا الرياضة. والنساء في بيتك مارس الرياضة، مارس الرياضة في بيتك انت كمان، لا تخرجي متبرجة أمام الرجال وبملابس ضيقة أبدا، لا والله اعملي الكلام ده في بيتك. وكل الرجالة دعوة النهاردة يعني للصحة، تقوية العظام، تقوية العضلات، تقوية الجسم. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم. بحبكم في الله ومارسوا الرياضة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.